بس الفلوس بتاعتنا. اوعى عاد انت وهو. ده احنا بقى اهم حاجه دلوقتي الشارع اللي بره ده ننوره، واليافطه بتاعت فيلا الزعبلاوي دي ننورها. ده احنا نلم فلوس، ده احنا نسدد ديون مصر كمان. ما بارك الله فيما رزق، وحلو على كده ناخد دول ونمسي. لا نمسي فين؟ نمسي فين؟ اساسا الفلوس دي بتاعتي، لا يمد ايده عليها هيتعور. انا بقول اهو برضه الفلوس بتاعتك تتشاهد على روحك. ايه ده؟ ايه ده؟ ضرب نار، ضرب نار. يبقى اكيد البوليس وصل. يبقى نهرب. استخبوا، اجري اجري بسرعه، اجري من هنا، اجري من هنا، اجري من هنا، اجري من هنا. ايه يا عايز تنسم فين ولا هظبط لك؟ عايز فين؟ مين فيكم الزعبلاوي؟ اللي في وشك ابو طقيه ده اهو. لا زعبلاوي انت. انت الزعبلاوي. رد يا دنجل. ايه ايه انت قلت اسمي دنجل؟ دنجل هو الزعبلاوي. مين فيكم الزعبلاوي القرد؟ هو الزعبلاوي انا القرد. مين فيكم الزعبلاوي الزفت؟ هو الزعبلاوي ده الزفت. انا عايز الزعبلاوي. مين فيكم اسمه الزعبلاوي؟ يا عم اختار لك اي زعبلاوي او اقتلنا احنا الثلاثة واحنا نتصرف بعدين. يا جدع انا ولا لسه هختار؟ انا مش شايف حاجة قدامي. طب انت عايز ايه؟ عايز ايه حضرتك؟ ولا واحد فيكم ينفع يكون الزعبلاوي. انتوا الاتنين هفا وتتضربوا بسهولة. ايوه صح حضرتك، اتكل انت على الله، فعلا الزعبلاوي مش هنا اساسا. انت ممكن تكون الزعبلاوي. لا يا عم ما الزعبلاوي والله، يعني ده هو اللبس بتاعه بس. انا مراتي تخونها معايا. يعني انا خنتك؟ انا خنت مراتك معاك؟ انا قصدي هشوفت كتير ولا ايه؟ بص يعني انا خنت مراتك؟ صح خنت مراتك انا. انت خنت مراتي؟ انت خنتني مع مراتي؟ معاك. انت اللي خنتني مع مراتي؟ مع مين؟ انت ولا مش انت؟ مش انت يا عم. لا انت يا عم. انا يا عم ايه؟ انا ما اعرفكش يا عم، ولا انا الزعبلاوي ولا اعرفك يا عم. انت شوف مراتك ايه اللي حصل. انا مال انا؟ مراتي قالت لي اللي هي مصاحبه الزعبلاوي. طيب دور على الزعبلاوي. انا مش الزعبلاوي. انت الزعبلاوي. انا ايه اللي حصل بس؟ اهدى كده اهدى، احكي لي ايه اللي حصل. مراتي حبيبتي قالت لي ان انت خنتني معاها. ايه اللي قالت لك كده؟ هي اللي قالت لي كده. طب وانت قتلتها؟ لا ما قتلتهاش. ما قتلتهاش ليه؟ بحبها بحبها. طب ما تحبني انا كمان يا عم. لا يا عم انا بكرهك مش بحبك. طب ايه اللي حصل؟ برضه يعني هو لسه في حد بيحب مراته؟ يا جدعان يا جت عليا، ما كل الرجاله بتحب مراتي في ايه؟ هي بصراحة تتحب، دي عليها جزء. لا انت هتقول على الجزء ولا عليها شوية؟ لا الشوية ما يتقالوش. ده انت ما شفتش الحسنة بقى. بس ايه؟ يا جدعان دي مراتي، والله يا جدعان انا امبارح قاعد في امان الله على القهوة، فجأة لقيت لك واحد جاي بيقول لي الحق يا عم مراتك بتخونك مع سيد الميكانيكي، وهو لا ميكانيكي ولا بيفهم في الميكانيكا اصلا. وبس وسبت له بقى ايه العربيه بتاعتي يومين يومين مع المدام، وبرده رجعها لي بايظه العربيه. يا عم العربية انت فهمت. يعني انت مشكلتك مع الميكانيكي، احنا مالنا حضرتك؟ يعني جايين احنا ليه؟ يا عم روح يا عم كسره وخد العربية، واحنا مالنا احنا يا عم؟ يا عم انت كنتني انت الزعبلاوي صح؟ انا الزعبلاوي ماشي. يا عم خد يا عم الشراب بتاعي نسيته امبارح. ده نسيته فين ده؟ نسيته تحت سريري يا عم امبارح. وانت يا عم خد يا عم خد الجوانتي يا عم، انت نسيته في الدولاب امبارح يا عم انت. هو انا كنت جاي اقف جون؟ جوانتي ايه؟ ماشي ماشي انا جوانتي. وانت ده انا بشبه عليك، انا شفتك فين قبل كده؟ ما بروحش في اي حته. اضحك كده. خد يا عم السنه المكسوره بتاعتك اهي. تجيبها يا عم. يا جدعان بعد كده يا جدعان لما تيجوا تلموا حاجاتكم ما تقرفوناش معاك. يعني هو ده اللي مضايقك ان احنا يعني مكركبين البيت عندكم يعني؟ ممكن بعد اذنك اقتلك؟ لا معلش مش فاضي النهارده والله. تعالى بكره الساعه 2 الظهر، ده ميعاد قتل حلو قوي. يلا لا
لا يا عم انا لازم اقتلك دلوقتي. لا حول ولا قوه. انت عايز تقتل الزعبلاوي؟ اه. طب بص، انت اصلك مش فاهم، يعني مش فاهم اللي حصل. انا ممكن اشرح لك بالراحه. بس بالراحه، مش انت الزعبلاوي ولا يا جدعان؟ انتوا سكرانين وشكلكم كده، انا لازم اقتلكم انتوا الثلاثه بقى. يا عم احنا ما بنسكرش، انت اللي بتسكر، احنا اللي بنخونك. اه اديك اعترفتها يا ابني، انت بتثبتها علينا. بص بص، انت اساسا الدخله كانت غلط، يعني اول ما دخلت علينا دخلت غلط. في حاجه غلط؟ اه ايوه. اخرج وخبط تاني وبعدين نقول لك ادخل، فتقوم داخل، هنعمل الدخله صح. يلا يلا يا عم الايد. يلا يلا عيد من الاول. يلا يلا لحظه لحظه. يبقى شكلك هتتشاهد على روحك. كاننا عملناها. ها ها ده في ضرب يا جدعان، ولا اعمل ايه؟ اجري اجري اجري، استنى هنجري من هنا. تعالى كده تعالى كده. اوعى اوعى. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. مين يطفيكم الزعبلاوي؟ تعالى حضرتك تعالى تعالى. انت عايز الزعبلاوي؟ اه. لا الفيلا غلط. يعني انا كده عنوان غلط؟ اه. طب مش تقول يا جدعان انا اسف جدا. لا معلش انا اسف والله. الفيلا اللي جنبنا بتاع الزعبلاوي اللي كان بيخونك مع مراتك. انت عرفت منين يا عم انت؟ ما هو قال لنا قال لنا يا ابني. ده مسيح لك. اقتله. اه الفيلا اللي جنبنا اي حد يفتح لك هو الزعبلاوي، راجل ست هو الزعبلاوي. خش اقتله على طول، ما تدوش حاجه وما تقعدش ترغي ولوكلك وشربات ومناديل. ها يلا بس امان عليكم يا جدعان، لو حد فيكم جم بيت عندنا، لو حد فيكم جم بيت عندنا ما يسيبش حاجه. والنبي انا نفضت حاجات كتير خلاص. يلا عايزين حاجه مني؟ لا مش شاكرين. سلام عليكم. عليكم السلام. سلام عليكم. يا روما. هو السكران كده محتاج بس حد يرشده وخلاص. يا جماعه الليله دي كلها قلق، احنا نلم الحاجه ونتكل على الله. ماشي يلا. ايه تاني؟ ايه تاني؟ هتلاقيه بقى. اه واضح ان قتل الزعبلاوي اللي هو مش الزعبلاوي اللي في البيت اللي جنبينا. يلا يا جماعه. اه دي سرنت البوليس. سرنت البوليس بس بيستهبلوا. يلا. طب يا ترى بقى مين اللي جاي المرة دي؟ يا رب بقى يكون البوليس بجد ويقبض علينا ونخلص كلنا من الليلة الخطرة دي. صباح الخير. صباح الخير. اشحنني بخمسة جنيه. ايه؟ هو ليلة، ما انا عارف هي ليلة. ايوه حضرتك خير. أنا زازا. توا ووا. زازا إزاي يعني؟ إيه ده؟ في حد معقول في مصر وكلها والعالم العربي ما يعرفش زازا؟ أنا زازا بتاع تاني بالفرح داني. لما قلبك نداني بس هلي وهداني بفرس بحر وسقاني. ايه؟ انا اول مره اعرف اللي معايا اساسا. بس انا بحب اقوم متابعه على اليوتيوب. بتابعه؟ اه ماشي. ايوه يعني حضرتك عايز ايه؟ انا محفوظ الشهير بزازا، مدير شركه الرعايه الامنه والتوظيف. الامنه جدا، الامنه خالص. اسم الشركه مقلق. هو الصراحه القلق مش من اسم الشركه، هو شكله يقلق. مين فيكم بقى الزعبلاوي بيه؟ زعبلاوي؟ اوه الزعبل. عايز ايه ده؟ انت عايز ايه؟ بس خلاص محدش يقول، انا هعرفه على طول. يلا انت قول. ايه؟ قول. لا انا اسف والله. ليه يعني؟ اصلا انا للاسف راجل. يا
انا جيت في واحد راجل للاسف. سؤال، انت راجل؟ اه. شفت ده انت قلت اهو. ده انا هتجرس في المنطقه. قول اه بجد. اه. صحة وعافية. لا مش انت، مش انت، انت ممكن تقول اه. الله يسهلك. هتقول اه ولا هقرصك في كوارعك؟ يا عم قول. برضو مش انت. طب يمكن انت؟ اه وبعيد، خليك بعيد. مش ممكن، هو ده الزعبلاوي بيه. انا فاكر صوته نفس الصوت اللي قال لي في التليفون. انا الصوت اللي اسمعه مره واحده ما انساهوش ابدا، ودي بقى ميزه في زازا. اشحن لي بخمسة جنيه. بعيدا عن الاداء المبالغ بتاعك، يعني انت عايز مين؟ انا عايز الزعبلاوي بيه. حضرتك طلبت مني عدد 2 بنات فابويكا. انا طلبت بنات؟ اه طلبت. ايوه بنات. وقلت له زود ال يزود ايه؟ يعني طلبت 2 بنات، هيزود ايه؟ هيزود السلطات يعني ولا هيزود ايه؟ سلطات بقى و2 تاتونه و2. نظبط الكلام. اه يعني يوم ما تغلب تدخل الروايات في بعض، ماشي. انت هنفكر. مش انا يلا. مش انت ازاي؟ لا انت الزعبلاوي بيه. ماشي انا الزعبلاوي. عايز حاجه حضرتك؟ اودي فين البنات اللي معايا؟ خليهم عندك 3-4 ايام على ما اكلمك تاني واقول لك اه تقوم جايبهم لي. لا مش ممكن، مش ممكن بجد. ابيتهم فين؟ انا مش عندي مكان. وبعدين بص، حضرتك طلبت اوردر تمام ودفعت الحساب وانا جبت المطلوب. ارجوك ما تحملش اكتر من كده فوق طاقتي. زازا هيتوتر. بقول لكم ايه، احنا نقتله عشان نحافظ على الرجاله برضو. ها سرعه الرجاله هتبوظ. لا دم وقتل. لا تفوا عليا وانا موت غرقان. هو الصراحة مش احنا اللي هنعمل كده، كل دول اللي هيعملوا كده حالا. يلا اتكل على الله يا عم الحاج. سعبلاوي سعبلاوي، عندي اقتراح بس. ما نخليه يجيب البنات دولت غلابه، نبيتهم عندنا النهارده ويمسوا بكره. يا عم مش عايزين قلق. بقول لك على حاجه والنبي، معلش، انت شايف الدنيا ناشفه ازاي؟ وهو هيجيب البنات لينا وانت شايف زازا. طيب البنات هيبقوا عاملين ازاي؟ ماشي ماشي، بس انا اللي هختار الاول. ها؟ لا انا اللي هختار الاول. لا انا اللي هختار الاول. انت كل حاجه تقفش فيها. خلاص هقول له يمشيهم. لا لا خلاص. لا خلاص اختار. خلاص. اختار يا عم اصبر. ماشي روح يا زازا هاتهم يلا. اوكي هروح اجيبهم على طول واطلع من بره بره. اوكي حد عايز مني حاجه؟ لا شكرا. باي. اشحن لي ب10 جنيه. باي. خد خد خد. تعال 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 تعال. هو الباب منين؟ الباب منين؟ طب اقول الجمله دي تاني؟ لا لا هي هي. كنت حلو كنت كويس. سيبهم. يا نهار اسوح. بنات ايه يا جماعه؟ ده احنا عايزين ناخد الحاجه ونجري. تقولوا لي بنات وهباب. والنبي مرزوق ابوس ايدك عشان خاطري. انا اللي لما البنات تيجي انا اللي هختار الاول. سيبك من الاختيار، احنا دلوقتي المشكله لو جم البنات دول وعجبونا وقعدنا معاهم شويه البوليس هيطب هيبوظ الدنيا. مش مهم بس يطب علينا برضو، واحنا مش بنسرق واحنا معانا بنات. يعني صباح الخير. مين اللي كان عايز يختار الاول؟ اتفضل. اتفضل اختار الاول. اتفضل اتفضل. ازاي ده انت المعلم زعبلاوي؟ يا عم لا معلم ولا بتاع عقل. خلاص يلا حد يختار. حد خدوهم هم الاثنين. خدوهم هم الاثنين. هم اثنين واحنا ثلاثه. انتوا الاثنين خدوا الاثنين. يلا يلا. طب روحوا انتوا انا قاعد هنا. ايوه حضرتك. انتوا مين؟ احنا البنات اللي بعتنا زازا. انا رضا وهي مرتضى. طب روحوا وابعتوا زازا يلا. يلا يا جماعه ايه دول؟ ايه دول؟ انتوا مين؟ احنا فاهمين غلط، فاهمين غلط، في ايه؟ احنا الشغالات اللي انت طلبتهم. شغالات؟ اللهم لك الحمد والشكر يا رب. ان شاء الله عمره. ده احنا ظلمنا ظلمنا زازا، كنا افتكرناه طلع مش. الحمد لله الحمد لله. طيب انتوا شغالات يعني؟ ايوه. المطبخ عندكم روحوا، احنا مش عايزين اي حاجه. مش عايزين اي حاجه؟ اه. هو انت الزعبلاوي؟ اه. ومين الحلاوه اللي واقف هناك ده؟ ده
ده اسمه كلون. ده حلوه، ده شكله قرف الكل. اه فعلا ده قرفان منه بقاله فتره. فعلا كلب على طول قرفان منه. فرحان انك كلب، فرحان انت. ها انا قصدي على الاسمران ابو ضحكه جنان ده. بس بتكسف. ده عاجبك حضرتك؟ ده قمر. قمر بالستر. ماشي ماشي ماشي. عموما المطبخ عندكم انتوا مش محتاجين اي حاجه، قهوه، شاي، حلبه كركديه، حليب بسطرمه. حليب بسطرمه ده ايه القرف ده؟ ماشي ماشي روحوا، بس احنا مش عايزين حاجه، لما نعوز حاجه هنناديلكم. ماشي يلا بيت رضا. يلا يا مرتضى. سلام سلام يا بكيزه. سلام يا زغلول. انا حاسس ان انا هرجع القرف ده. انا حاسس ان هيحصل مصيبه، عشان كده لازم نلم الحاجه ونجري حالا. يلا يلا بينا، الفلوس دي تبعك. انا شايف ان انت بقى تسيبنا احنا نلم وانت تطلع بقى ايه تغير كده في الروقان. اه الجلابيه دي للشبهان يعني. روح البس اي حاجه بس لموا الفلوس دي بتاعتي. يعني بلاش شغل الحراميه. لا عارف ان انتوا حراميه بس بلاش شغل الحراميه. ماشي. لا في عيننا احنا ناس نعرف ربنا. بس ميسي بقى هو يا معلم. نعمل ايه بقى لو جه اي حد بقى نتعامل احنا معاه؟ ايه ده ازاي يا عم؟ ازاي يا عم؟ سهله يعني. هو الزعبلاوي اعمل انت الزعبلاوي. انا اعمل الزعبلاوي؟ ده سهل قوي، اعمله بسهوله. لا ده شرف انا ما اقدرش عليه. يا عم انا بقول لك اعمل زعيم سياسي، اعمل الزعبلاوي. يا ابني ده عايز نجم برضه، انا ما ينفعش. بص لف كده، هو الزعبلاوي انت اعمله اعمله. ماشي. يلا وريني الزعبلاوي. هو كان بيعمل ايه؟ ايوه بس خف. انا يا ابني نجم برضه. لا 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 انت مع التكرار هتتعود عليه. اعمله ماشي خلاص. يلا انا هعمل الزعبلاوي وانت اعمل واحد جاي بقى ياخد فلوس من الزعبلاوي. اكنك ما تعرفنيش خالص. اكني ما اعرفكش ولا عمري شفتك. يلا بينا. ولا حمدي. ايه؟ ايوه تعرفنيش خالص. ايوه يلا. ولا دنجل. يا يا معلم انور، ما نعرفش بعض خالص. كمل الزعبلا. كمل. فين ولا الفلوس اللي عليك يو؟ اما الفلوس جبتها لك ايه؟ بس هي موجوده. تفتكر انا قتلت ابوك ليه يو؟ عشان جاب لك الفلوس وطلعت ناقصه باكو. تفتكر قتلت امك ليه يو؟ عشان جابت لك الفلوس وطلعت ناقصه باكو. تفتكر قتلت بنت عم خالتك ليه يو؟ عشان جاب لك الفلوس وطلع برضه ناقصه باكو. تفتكر صابر عليك ليه يو؟ عشان الفلوس دي كلها ورق ابيض اصلا، مش هتفرق من باكو. لا مش هينفع يا عم، مش هينفع. يا عم انت بتعمله حلو. يا عم هو نجم يا عم، انا ما بعملوش حلو. طب اعمل انا الزعبلاوي واعمل انت الضيف. اعمل الزعبلاوي. انا بقول لك اعمل الزعبلاوي، مش واحد في مستشفى الصدر. بس بص احنا قبل ما نموت نسرق شويه نفرح بيه. طب يلا بص يلا نلم الخفيف والمهم عشان خاطر احنا كده هيتقبض علينا. قصدك يعني اسرق ما خف وزنه وما ثقل دمه. يلا بينا. طب تمام. اسرق منين؟ انت خش من هنا وانا هخش من هنا. ماشي يعني انا اخش من هنا وانت من هنا. اتكل على الله. يلا بينا يلا نسرق. يا لهوي يا لهوي، ده السرقه دي في الفيلا دي كبيره قوي. يا روما. ده ايه الجمال والحلاوه دي يا ابني؟ ده يا لهوي على الملك والملكوت. يا عم انا مش لاقي اي حاجه تتسرق. انا مفيش. انت دخلتني الجراس ولا ايه؟ ازاي يا ابني في ايه؟ ما انت سارق اهو. انا مش فاهم. الناس دي بتعبد اصنام. طب بص دخلنا انا حته جديده اسرق. لا بص بقى يا معلم، انا هدخلك مكان جديد ما فيهوش حاجه. خش انت من هنا وانا اخش من هنا. برضو حلو ده. يلا بينا نسرق بسرعه. يا ايه ده؟ انا مفيش اي حاجه هنا تتسرق. انت بتدخلني اماكن ايه يا عم؟ انت سرقت كل